اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند اونلاين. ترند اونلاين هنناقش النهارده جزء متعلق بالاحصائيات والتاريخ والارقام التاريخيه اللي حققها الاهلي خلال الفترات السابقه ما بين ثلاثيه ورباعيه وخماسيه، وايضا كمان هنتكلم على التحدي الموجود في الفتره اللي جايه للحفاظ على الثلاثيه التاريخيه والتحضير للرباعيه والخماسيه. في ارقام كتير وفي موضوعات كتير، لكن في هذه اللحظات يعني دعوني ارحب طبعا بالزميل العزيز الاستاذ كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كوره. استاذ كريم مساء الخير عليك واخبارك ايه؟ مساء الخير يا محمد ومساء الخير لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. وحشني جدا، ودايما بستمتع بصراحه بارائك وبتحليلك الواقعي والمنطقي، وبالتالي الواقعية والمنطقية تخليني أسألك في البداية على ما بين شعور الجماهير بالثلاثية التاريخية والتحضير للرباعية والخماسية. هنا في أرقام تاريخية كتير الجمهور محتاج يسمعها منك، وأيضا كمان عايزين نتكلم عن المرحلة اللي جاية بإذن الله. نعم طبعا، هو في البداية محمد لازم نوضح للسادة المشاهدين واللي بيسمعونا دلوقتي يعني إيه كلمة ثلاثية وإيه هي كلمة ثلاثية متعارف عليها عالميا. كلمة ثلاثية هي التريبل باللغة الإنجليزية، وهي إن الفريق يكسب الثنائية المحلية اللي هم الدوري والكاس، وياخد في نفس الموسم مش السنة، في نفس الموسم بطولة دوري الأبطال في القارة اللي هو بيمثلها. يعني أي نادي أوروبي ياخد الثلاثية إمتى؟ لما يكسب الدوري والكاس ويكسب دوري أبطال أوروبا، دي بنسميها ثلاثية. وعلى نفس المنوال هذا الامر في القاره الافريقيه، النادي يكسب الدوري والكاس ودوري ابطال افريقيا يبقى حقق الثلاثيه. تمام كده؟ تمام متفقين. الخماسيه ايه هي؟ انك تضيف السوبر المحلي والسوبر القاري، يعني تكسب، يعني انت كسبت الدوري تكسب بقى السوبر وتكسب السوبر القاري، يبقى انت كده خدت الخماسيه. وطبعا الكلام على الثلاثيه كتير ليه اليومين دول؟ لان النادي الاهلي السنه دي بالفعل حقق لقب الثلاثيه، كسب الدوري وكسب الكاس لموسم 2019 2020، وكسب لنفس الموسم دوري ابطال افريقيا في القاره بتاعته، ودي المره الثالثه في تاريخ النادي الاهلي اللي حقق فيها الثلاثيه بعد موسمي 2005 2006 و 2006 2007. الامر طبعا كان عامل شويه جدل، بس الحمد لله اعتقد امبارح كلنا حسمنا الامر. دي المره الثالثه دي النادي الاهلي حقق فيها الثلاثيه. اكيد. طيب لو هنتكلم على الخماسيه هنا بقى بنخش في مرحله الموسم 2005 2006 وموسم كمان 2006 2007. بالظبط. خليني اشرحها لك. في 2005 2006 النادي الاهلي لاعب نادي انبي ماتش السوبر المصري، كان النادي الاهلي هو حامل لقب دوري 2004 2005 ونادي انبي كان حامل لقب الكاس، ولعبوا ماتش السوبر لو نفتكر في ملعب المقاولون العرب، والمباراه ساعتها فاز فيها النادي الاهلي في الوقت الاضافي بهدف نظيف للكابتن وائل جمعه اللي كان مشرف التتش النهارده. ده كان سوبر 2005 2006 اول بطوله النادي الاهلي حققها في الموسم ده. وفي نفس الموسم النادي الاهلي كسب دوري ابطال افريقيا في شهر نوفمبر 2005، اللي الناس عندها غلطه بيحسبوه مع موسم 2004 2005. لا، دوري ابطال افريقيا السنه 2005 لما النادي الاهلي كسب النجم الساحلي في ماتش العوده 3-0 في ملعب الكليه الحربيه كان في شهر نوفمبر 2005. اللقب ده بيتحسب في موسم 2005 2006 لان موسم 2005 2006 كان بدا رسميا في شهر سبتمبر من عام 2005. والبطولات الافريقيه كريم في التوقيت ده كانت بتبدا من فبراير تنتهي في نوفمبر، ففي نفس السنه الميلاديه. برافو عليك، كانت بتتلعب في سنه واحده على عكس دلوقتي احنا بدانا نلعب دوري ابطال افريقيا بنظام الموسم زي الدوري، بنبدا في نوفمبر ومفروض نفنش في مايو، بس طبعا عشان خاطر ظروف كورونا فنشنا السنه دي في نوفمبر. تمام كده؟ طيب تمام. النادي الاهلي لما كسب دوري ابطال افريقيا قدام النجم الساحلي اتاهل انه يلعب كاس السوبر الافريقي في شهر فبراير 2006 قدام الجيش الملكي المغربي، وساعتها كسب بالظبط بركلات الترجيح في استاد القاهره باللقب، وده كان السوبر الافريقي. وبالتالي النادي الاهلي ساعتها حقق الدوري وكسب الكاس فاينل الكاس في صيف 2006 لما كسب نادي الزمالك 3-0. مظبوط. يبقى هنا النادي الاهلي حقق خماسيه. طيب موسم 2006 2007 برضه بدا بفوز النادي الاهلي بكاس السوبر على حساب نادي ام، كان ساعتها
اللائحه بتقول ان المتصدر الدوري بيلاعب الوصيف لو هو جمع ما بين الدوري والكاس زي النظام اللي وقت اتحاد الكوره ما هي اللائحه رايحه جايه على حسب الظروف. بالظبط كده، فساعتها النادي الاهلي كسب نادي انبي 1-0 بجون ابو تريكه اعتقد قبل النهايه بحوالي دقيقتين او 3 دقائق، والمباراه كانت في استاد القاهره. تمام كده؟ تمام. وبعد كده النادي الاهلي كسب دوري ابطال افريقيا للمره الثانيه على التوالي لما كسب نادي الصفاقسي التونسي في ملعب رودز بهدف ابو تريكه الشهير في نوفمبر 2006. البطوله دي تبع موسم 2006 2007. مظبوط. بعد كده الاهلي لما كسب دوري ابطال افريقيا على الصفاقسي لاعب النجم الساحلي في السوبر في المباراه الشهيره كانت في فبراير من 2007، الماتش اللي هو كان بيتلعب بمناسبه مئويه الكاف اتلعب في اثيوبيا، اثيوبيا في اديس ابابا. بالظبط، الماتش اللي كان ارضيه الملعب كانت سيئه جدا، وبرضه رطوبه وحر وكانت مباراه صعبه بالظبط جدا، ما شفناش اسوأ كوره. مباراه السوبر شفناها في حياتنا بصراحه. بالظبط. النادي الاهلي كسب النجم الساحلي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلي الوقت الاضافي بالتعادل سلبيا، وبعد كده النادي الاهلي كسب الدوري وكسب نهائي كاس مصر على حساب نادي الزمالك المباراه الشهيره 4-3 لما نادي الزمالك كان بيتقدم مره ومرتين وثلاث مرات، والنادي مظبوط. الاهلي بيعمل كامباك لغايه لما اسامه حسني في الوقت الاضافي قدر يجيب الهدفين والنادي الاهلي كسب 4-3. فبالتالي يا محمد الموضح النادي الاهلي حقق 10 ال10 بطولات اللي لعب فيهم من موسم من بدايه موسم 2005 2006 2006 2007 كسب ال10 بطولات كلهم، خمسه بالظبط. وخمسه. طيب وبالتالي العوامل، طيب العوامل يا كريم عشان تحقق ثلاثيه تاريخيه في ظل ظروف موسم طويل وماراثوني بسبب الكوفيد 19 والكورونا، اكيد كان في عوامل كثيره، يعني رصدتها ازاي وانت من الناس المحللين اللي بترصد الامور دي بشكل جيد جدا وبترصدها كمان بشكل واقعي من خلال ارقام او من خلال مواقف وامثله؟ شوف طبعا انا في وجهه نظري لقب دوري ابطال افريقيا كان الهاجس الاول عند اداره النادي الاهلي قبل ما نتكلم عن اللاعبين والجهاز الفني طبعا هنتكلم عليهم، ولكن الهاجس الاول كان عند اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب منذ خساره الترجي في رادس في سنه 2018، وبالتالي تم وضع هدف الفوز بلقب دوري افريقيا على يعني ايه على اولويات الاداره وملف الكوره، وواضح جدا جدا التخطيط للقب ده وتفادي اي اخطاء حدثت مش على المستوى الفني بس يا محمد، طبعا اكيد تدعيم الفريق بلاعبين كويسين، انك تجيب جهاز فني كويس طبعا من البدايه طبعا مع رنين فايلر، جهاز رنين فايلر اكيد عمل شغل كتير جدا مع النادي الاهلي سواء على المستوى المحلي او على المستوى الافريقي في بدايه المشوار، اكيد وبرده على امور اخرى امور نفسيه وامور اداريه، لان اللقب القادم انت عارف ان هو اصعب من لقب المحلي، ربما النادي الاهلي في الدوري ما لقاش اي منافسه السنه دي، وكلنا حاسين من بعد مرور 10 اسابيع ان اللقب رايح للنادي الاهلي، ان الفجوه بدات تكبر جدا ما بينه وبين اقرب منافس له سواء كان نادي الزمالك ساعتها طيب. او تمام. نادي بيراميدز. تمام. طب سريعا بس وبالتالي طب طيب تقييمك للموسم الجديد او شايف رؤيتك للموسم الجديد شايفها ايه؟ رؤيتك هتبقى عامله ازاي؟ شايف الموسم الجديد هيبقى عامل ازاي؟ طبعا الموسم الجديد هيبقى موسم قوي جدا لان انديه الشركات بدات تكبر والاستثمار المالي بدا يكبر، والناس كلها خلي بالك دلوقتي بقت بتغش من بعض، الناس كلها دلوقتي بقت فاهمه ازاي تختار لعيب، الصفقات كلها شايفين طبعا الانديه صاعده جديد بتعمل صفقات كبيره جدا، واعتقد الانديه كمان بدات تعمل يعني قوائم قويه، اكيد المنافسه على الدوري انا في وجهه نظري الشخصيه ربما هتبقى شبيهه للموسم اللي احنا شفناه لسه منتهي، لان ما فيش انديه كبيره قدرت انها تدعم نفسها بالشكل اللي يؤهلها انها تكسب بطوله، انا دي بيراميدز عمل فرقه ولكن لسه ما زال القوام السائد للفريق ما اعتقدش يؤهله انه يقدر يكمل المنافسه للاسابيع الاخيره، نادي الزمالك طبعا بيمر بمشاكل ومشاكل كتيره جدا، هيبقى اكيد امامه كمان بدايه في الدوري قويه جدا، اول 4 اسابيع صعبين جدا من الزمالك لازم يثبت نفسه في اول 4 ماتشات، بس في وجهه نظري ربما المنافسه على لقب الدوري تبقى شبيهه للموسم اللي لسه خلصان. تمام. وبطوله افريقيا لسه هنشوف بقى يحصل ايه لما تبدا البطوله الفتره الجايه ان شاء الله. كريم انا بشكرك. اكيد. ميرسي جدا محمد. انا بشكرك وسعدت بالحوار معاك لانك من الناس اللي بتتكلم دايما بالواقعيه والمنطقيه، وكل التوفيق ليك ونلتقي معاك الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كورة، وكلام كان مهم جدا على نهاية سيزون كان فيه ألقاب تاريخية حققها النادي الأهلي. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل عندنا لسه كلام مهم جدا في ترند الترند، ولسه كمان هنشوف مشاركات الجماهير في ختام الحلقة.